بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، راح نبدأ مع بعض بموضوع المجموعات كمالال. كمي كافراما، مفهوم المجموعة، شو هي المجموعة؟ كمي نسنلرine göre iyi tanımlanmış bir topluluktur. إذن عم بيقول لي المجموعة هي عبارة عن تجمع معرف بشكل جيد بالنسبة للعناصر المكونة له. يعني كيف؟ أنا مثلا ممكن أقول عندي مجموعة طلاب الصف التاسع في المدرسة. لاحظوا، أنا مجرد ما حكيت قلت مجموعة مكونة من طلاب الصف التاسع بالمدرسة، أنا بالمدرسة عندي ممكن يكون في طلاب صف سابع وثامن وتاسع إلى آخره. بس لما حددت أنه عم بقول عرفت بشكل محدد أنه أنا بدي طلاب صف التاسع، فخلص أنا حصرتهم بمجموعة خاصة، بإمكاني أنا أطالع عناصرها لهم تعريف معين. طيب كمي أولوشتران نسنلرين هير بديني كمينين إليمانلاري elemanları denir. Abi illi el anasır el mukavvinin lel mecmua le kül vahid minnun şu besemmi beul kümenin elemanları denir. Besemmi unsur min anasır el mecmua. Yani ana mesela عندي بصف التاسع مثلا عندي احمد ومحمد وعلي وكذا الى اخره، كل واحد منهم بقول هو عنصر من عناصر المجموعه. Kümede aynı eleman bir defa yazılır. اذا انا بدي اكتب المجموعه اعبر عنها ما بكرر اسم العنصر. يعني أنا مثلاً عندي خلاص أحمد موجود بالمجموعة، بكتبه بالمجموعة، فما في داعي أكرر أرجع أقول أحمد، أرجع أقول خلاص مرة واحدة بينكتب. شغلة تانية كمان إنه عناصر المجموعة ما بيهمني كيف ترتيب، كيف برتبهم. يعني كتبت أحمد علي وخالد، ممكن أقول خالد وعلي وأحمد، ما بيأثر الترتيب، ما له مهم. A kümesinin eleman sayısı S A إلي gösterilir. إذن عدد عناصر المجموعة A، يعني أنا إذا عندي طلاب الصف مثلا 23 واحد، فبقول S A يساوي 23. عدد عناصر المجموعة A هو 23. كملرين gösterimi طريقة إظهار المجموعة أو التعبير عن المجموعة. Liste yöntemi، إذن في عندي أنا عدة طرق للتعبير عن المجموعة. أول طريقة منها هي طريقة الليستي أو طريقة القائمة. تمام شباب، كيف هاي؟ بحط العناصر المجموعة بين قوسين بهذا الشكل، هيك قوس له شكل متموج، بين قوسين بهذا الشكل بكتب عناصر المجموعة. إذا عم بيقول لي كومينين إليمانلارينين، إذا عناصر المجموعة هدول البارانتيز بجيمينديكي بير بارانتيز إيتشيني سرا جوزيتي المدان، إذا بدون الاعتبار للترتيب يظل مصنع للكتابة هي بهذا الطريقة ليستي يونتمي لي جوستر ميدينين. إذا منقول عن كتابة عناصر المجموعة ضمن قوسين بهذا الشكل بدون اعتبار أخذ اعتبار للترتيب بنسميها طريقة القائمة. مثال في عندي إيرنيك عم بيقول لي عناصر المجموعة A و B و J و D و A و F، خلص حصرتهم أنا كل عناصر المجموعة حطيتهم ضمن قوسين فعبرت عن المجموعة A المكونة من هالعناصر. في عندي أيضا مجموعة تانية B هي 1 و 5 و 6 و 8 و 17، الترتيب ما له أي دور. طيب في عندي طريقة تانية لأعبر عن المجموعة. إذا أول طريقة هي طريقة القائمة، الطريقة التانية أورتاك أوزيليك يونتمي طريقة الخاصية المشتركة. طيب شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي طبعا أنا هلأ هون قبل ما أترجم بشرح شوي إنه أنا إذا في عندي عناصر إلهم خاصية مشتركة هدول العناصر، فأنا ممكن ما أذكرهم واحد واحد، ممكن أقول خلاص عناصر بحط الخاصية المشتركة تبعيتهم ولحالها هي بتعطيني. يعني مثلا إذا قلت أنا في عندي مجموعة تحوي عناصر، شو هي العناصر؟ هي عناصر أشهر السنة، خلص بكفي أنا قلت عناصر أشهر السنة، فالكل بيعرف إنه كانون تاني شباط أزارني إلى آخره، ما في داعي أنا أكتبهم. خلص مجرد ما أقول هن العناصر تبعيت المجموعة هن أشهر السنة عبرت عنها. طيب منشوف هون عم يقولي كومينين إنمان لارنين أورتاك أزيليكلري بليرتلراك يظلمصنا أورتاك أزيليك يونتمي دينير. إذن منعبر عن طريقة أنه أنا أكتب على الصفة الخاصة أو المشتركة لعناصر المجموعة هي بسميها الخاصية المشتركة. طيب مثال، في عندي مثال عبي قلي المجموعة تحوي عناصر، هالخط هذا شاكولي معناته بحيث، إذن تحوي عنصر X بحيث X أصغر من 20 V X ينتمي لأين. خلاص حدد لي أنه X أصغر من 20، يعني 20 ما رح أخده، و X ينتمي ل N. N شو هي؟ مجموعة الأعداد الطبيعية. معناتها شباب إذا أنا عندي عناصر المجموعة A راح تبدأ من الصفر. طبعا مجموعة العناصر ال N دوال سايلار هاي
تبدأ من الصفر، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، وأنا ماشي لعند ال 19. إذا بوصل من الصفر لل 19 طالما حدد لي بهذا الشكل. لاحظوا ريحت حالي، ما كتبت كل العناصر صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره. الطريقة الثالثة للتعبير عن عناصر المجموعة هي طريقة مخططات فان، إذا بنسميها فان شيماس. كيف بساوي؟ بساوي بهذه الطريقة، إنه أنا بكتب عناصر المجموعة مثلا، ممكن أنا بحطهم برتبهم تحت بعضهم وبحط حواليهم إطار. هذا الإطار بس أنا غلفتهم بإطار فخلاص أنا عبرت عن عناصر المجموعة. عم بيقول لي كمي ولوشتران إليمانلارين كابالي، إذا كابالي بيل شكل إيجيني، إذا حطيتهم ضمن شكل مغلق يظلمسنا لهالنوع من هذا الكتابة فان شيماس إلي جوستريم دينير. إذا بسمي هذا النوع من الكتابة مخطط فان. طيب ارنك عندي مثال، المجموعة A بتحوي العناصر 1 2 3 4 5 6، لاحظوا 1 و2 و3 و4 و5 و6 حطيتهم ضمن إطار مغلق، شو سميتهم؟ المجموعة A. عناصر المجموعة B 4 و5 و6 و7 و8، هي 4 و5 و6 و7 و8 و9، فحطيتهم ضمن إطار مغلق أيضا، صارت هي المجموعة B. طبعا هون المجموعتين داخلوا بقلب بعضهم، ما في مشكلة. تمام، اذا عبرت عن المجموعه A وعبرت ايضا عن المجموعه B بشكل مخططات فين. كوميلين تشيتلري انواع المجموعات. اذا في عندي عده انواع للمجموعات راح نتعرف عليها. اول مجموعه هي بنسميها بالعربي المجموعه الشامله، بالتركي بسموها افرانسال كومي. اذا المجموعه الشامله هي اللي بتحوي كل المجموعات بقلبها واللي راح اشتغل كل العمليات عليها. إذا إفرانسال كومة üzerinde işlem yapılan bütün kümeleri إذا kapsayan هي إذا التي تحوي جميع المجموعات التي تقام عليها العمليات boş kümeden farklı وليست مجموعة خالية، يعني فيها عناصر olan kümeye إفرانسال كومة denir. إذا بنعرفها هي المجموعة الشاملة. Genellikle بشكل عام E harfi ile gösterilir. بشكل عام منعبر عنها بالشكل اي، الحرف اي. في عندي نوع ثاني من المجموعات اللي هو السونلو كومي، المجموعه المنتهيه، يعني اللي عدد عناصرها انا بحسن احصيهم، مثل مثلا هلا قبل شوي قلنا مثال انا عندي عناصر مثلا طلاب الصف التاسع بالمدرسه، فخلص انا مثلا بعرف عندي 20 طالب بامكاني انا اكتبهم كلياتهم. طيب اذا elemanları sayılarak bitirebilen kümelere sonlu küme denir. مثلا عم بيقول المجموعات اللي بحسن انهي، يعني بتربيلان بامكاني اني انهيها بالعد العناصر بسميها مجموعات منتهيه. يعني مثلا انا قلت لكم عندي مجموعه مثلا اشهر السنه، بتعد اليوم بيطلعوا 12 عنصر فيه. طب انا ممكن اخذ مجموعه مثلا عدد مثلا عدد ايام الاسبوع، ممكن اقول خلص 7 ايام، يعني مبينين، يعني سبت احد اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه الى اخره. طيب سونسوس كومي المجموعات غير المنتهية، في عندي نوع تاني من المجموعات هو غير منتهي. مثلا المجموعات اللي ما بحسن أعدها مين هي؟ مثلا مجموعة الأعداد الطبيعية. إذا قلت لك مجموعة الأعداد الطبيعية بتقول لي ببلش من الصفر واحد اتنين، طيب وين نهايتها؟ ما بعرف وين نهايتها، إذا هي غير منتهية. اللي ما نلاقي سايلارات بتريلمان كوميلاري سونسوس كومي دينر، إذا بسميها المجموعات غير المنتهية اللي عناصرها ما بحسن أحصيهم كلياتهم. عندي ايضا boş küme المجموعه الخاليه. اذا elemanı olmayan kümeye المجموعه التي لا تحوي اي عنصر boş küme denir. طيب مثلا انا لو قلت لك بدي مجموعه الاعداد السالبه الموجوده ضمن الاعداد الطبيعيه، طيب بتقول لي انت الاعداد الطبيعيه هن ببلشوا من الصفر 1 2 3 4 5 الى اخره، ونحن طالعين كم عدد سالب عندي؟ ما في ولا واحد، فإذا معناتها أنا بقول هي هي مجموعة خالية، لا يوجد أعداد سالبة ضمن مجموعة الأعداد الطبيعية. تمام؟ إذا boş küme المجموعة الخالية إما بنرمز لها برمز قوسين مجموعة لكن بقلبها ما في شيء فاضي، أو بالرمز هذا بنسميه فاي، إذا هذا الرمز بنسميه فاي شكل المجموعة الخالية. إذا سيمبولو إليه جوستيريل. alt küme alt küme هي المجموعة الجزئية أو المجموعة المحتويات. طيب كيف يعني هي مثلا أنا عندي؟ إذا أنا مثلا أعطيتك على سبيل المثال قلت لنا قلت مثلا أنا عندي مجموعة كبيرة اللي هي مجموعة أشهر السنة، تمام؟
طيب وطلبت منك، قلت لك طالع لي مجموعة الأشهر تبعية الربيع، بتقول لي أشهر الربيع هن آذار نيسان أيار، تمام؟ طيب هالثلاث أشهر هدول أشهر الربيع هن مجموعة ضمن المجموعة الكبيرة يلي هي مجموعة أشهر السنة، فإذا هي مجموعة محتوات بقلب المجموعة الكبيرة. طيب قال كومي، قلنا أفي بي هير هانجي إيكي كومي أولسون، عم بيقول لك ليكن أ وبي حيالله مجموعتين، أي مجموعتين كانوا عندي. بي كومي سنين هير إلمانو، إذا كان عم بيقول لك جميع عناصر المجموعة بي أ كومي سنين دي إلمانو إسي، إذا كانوا هن العناصر لأ أيضا، يعني البي جميع عناصر البي هن العناصر لأ أيضا، بي أ كومي سنين ألت كومي سي دينير، منقول عن البي انه هي ا كوميسينين ال كوميسي، هي مجموعه محتوات في ا، ونكتبها بكيف بهذا الشكل، منقول بي محتوات او تساوي ا، اذا جميع عناصر بي، اذا كان طبعا كل عناصر ا هن نفس عناصر بي هذاك الوقت بيكونوا متساويات، اما اذا كان عدد اقل فمنقول محتوات، اذا بيجي من دي جوستر اللي بهذا الشكل بنعبر عنه. في عندي بعض المفاهيم لازم دوما ما انساها تبقى دايما ببالي. اول واحد من عم بيقول لي بوش كومي هير كومينين الت كومي سيتر، عم بيقول لي المجموعه الخاليه هي محتوات في اي مجموعه، اذا اي مجموعه كانت عندي شو ما كانت كبيره ولا صغيره دوما المجموعه الخاليه محتوات بقلب هذه المجموعه. هير كومي كان ديسيني الت كومي سيتر، عم بيقول لي كل مجموعه ايضا تحوي نفسها. إذا عندي مجموعة A اللي هي قلنا مجموعة مثلا أشهر السنة، هي بتحوي المجموعة A بقلبها اللي هي مجموعة أشهر السنة. طيب هير كومي إفرنسال كومينين ألت كومي سيدر، عم بيقول لي وكل مجموعة هي محتوات في المجموعة الشاملة لها، يعني مثلا أنا إذا كان عندي المجموعة الشاملة هي تبعية أشهر السنة، خليني أقول هي المجموعة الشاملة، يعني هي اللي بتحوي ال 12 شهر، ف اي مجموعه انا بكونها من هالمجموعه هي اكيد راح تكون محتوات فيها، يعني اذا قلت بدي مجموعه اشهر الربيع محتوات فيها، طب اذا بدي مجموعه اشهر الصيف محتوات فيها، طيب بدي مجموعه الاشهر اللي مثلا هن 30 يوم محتوات فيها ايضا. طيب اذا في عندي هلا هون عم بيقول لي اس ا بيساوي ان اول ماك اوزري، عم بيقول لي اذا كان عدد عناصر المجموعه ا هو ان عنصر، فا كومي سنين الت كومي سايس 2 اس ان، يعني كيف هذا الامر شباب؟ اذا كان عندي مثلا انا مجموعه ا وليكن مثلا ا بتساوي 1 2 3 4 تمام؟ طيب المجموعه ا كم عنصر بتحوي؟ اربع عناصر، اذا اس ا بيساوي 4، فاذا راح يكون عندي عدد المجموعات، اذا الالت كومي سايس، إذا عدد المجموعات المحتويات في A يلي أنا بحسن أطالعه من المجموعة A يساوي 2 مرفوعة للأس N، يعني 2 للأس 4 وبيطلع معي 16 مجموعة بحسن أنا أكون كلياتهم محتويات بهالمجموعة بما فيها المجموعة الخالية. في عندي بعض الأمثلة عم بيقول لي بالمثال الأول الآ مجموعة هي من الخمسة ستة سبعة ثمانية إلى آخر 29 30، إذا من الخمسة لل 30 كم سنة أورتاك أزيلي ينتمي إلى يازنس، عم بيقول لي اكتب لي إياها بطريقة الخاصية المشتركة. شباب بحسن أكتب بقول آ بتساوي بنفتح قوس مجموعة بنقول إكس، إذا تحوي عناصر إكس راح نسمي العنصر، كل عنصر من هالمجموعة إكس، بحيث إنه إكس لاحظوا انا منين بدي اياه؟ بدي اياه يبدا من الخمسة ويخلص عند 30، بحسن اقول انه اكس اكبر، اذا بدي اكبر تماما بقول اكبر من الاربعة، او اذا بدي بحسن اقول اكبر او يساوي الخمسة واصغر او يساوي، طبعا هون بلشت من عند الخمسة واكبر منه لعند 30، اذا اكس اكبر او يساوي خمسة واصغر او يساوي 30 فاصلة ان، شو هو عفوا اكس، إكس هذا العنصر إكس شو هو؟ إكس ينتمي لمجموعة الأعداد الدوال سيلار اللي هي إن، يعني ما بدي أعداد تحوي فواصل، تمام؟ إذا أو أعداد سالبة، إذا عبرت عنها بهذا الشكل، إذا إكس بحيث إكس أكبر أو يساوي 5 وأصغر أو يساوي 30، أو بحسن أعبر عنها بالشكل التالي، أقول إكس بحيث
إنه الإكس أكبر تماما من الأربعة وأصغر تماما من 31، و إكس ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. حتى هون بحسن أحط ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة زد، مع إنه مجموعة الأعداد الصحيحة بتحوي أعداد سالبة وموجبة، لكن أنا ما في مشكلة، أنا ما دام حددت إنه من عند الأربعة لعند 31 ما في مشكلة إذا إن ينتمي إكس ينتمي لزد. هون ما بحسن أقول إكس ينتمي لآر. ليش؟ لأنه مجموعة الأعداد الحقيقية بتحوي فواصل وبتحوي جذور وبتحوي كل شيء. يعني أنا معناتها هون ممكن إذا عم بقول إكس بين الأربعة والواحد والتلاتين ممكن أقول 4.13 مثلا، إذا هذا الأمر ما بيزبط معي. طيب مثال ثاني عم بيقول لي يوزدان كوتشوك، إذا أصغر من المية، شيفت دوال سايلرن سايلرن كيميسيني أورتاك أوزيليك ينتمي إلي يازنس. إذا بده جميع الأعداد اللي هن شيفت، تمام، يعني أعداد كلها زوجية وأصغر من المية، تمام، إذا يوزدان كتشوك بدي أصغر من المية، يعني مية ما رح أخده. طيب كيف بكتب؟ بقول رح أسمي المجموعة هي مجموعة A تحوي عناصر هن X، بحيث أنا بدي الX يطلع عدد زوجي، معناتها الأعداد الزوجية هي من مضاعفات لعدد 2. إذا بقول X شو بيساوي؟ 2 ضرب كا. اذا 2 ضرب كا، لاحظوا شباب الكا هو عدد انا راح اعطيه اخليه يبلش. اذا بلشنا انا طبعا بدي المجموعه مو بدي اعداد زوجيه، راح ابلش من وين؟ من الصفر. صفر يعتبر عدد زوجي، 0 2 4 6. طيب اول عدد بدي اياه صفر، معناتها الكا بخلي اول شيء يكون صفر، اذا راح اقول فاصله كا اكبر او يساوي الصفر، اذا راح يبلش من عند الصفر، وأصغر أو يساوي. راح نشوف لوين بدنا نوصل بالكا. أنا الكا لاحظوا أنا بدي أوصل للمية، بس لكن ما راح أخذ المية. أنا إذا الكا حطيته مثلا 10 بيطلع معي 2 ضرب 10 بيطلع الإكس 20. طب إذا حطيت الكا 20 بيطلع معي الإكس 40 وإلى آخره. طب أنا إذا بدي أوصل للمية، إذا حطيت الكا 50 2 ضرب 50 بلاحظ بيطلع معي 100. يعني المية ما بدي، معناتها ما رح أخذ الخمسين، بدي أخذ أصغر منه. إذا بقول كا لعند 49، إذا الكا حطيته 49 2 ضرب 49 بيطلع معي 98، معناتها بيكون هيك بهذا الشكل عبرت عنه. أو بحسن أقول هو إكس بحيث إنه إكس يساوي 2 كا فاصلة. طبعا هون كان لازم، عفوا أنا آسف، كان لازم أكمل أقول كا ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي N. إذا إجباري أنا بدي أقول كا ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية، ما بدي إياه يطلع فيه فواصل، تمام؟ إذا نفس الطريقة هون بقول X بحيث إنه X يساوي 2 كا، و عفوا هذا هون كا لازم يكون وليس X. إذا كا، طيب إذا X بحيث إنه X يساوي 2 كا وكا، تمام؟ إذا أكبر أو يساوي الصفر وأصغر تماما من الخمسين. هون لاحظوا ما حطيت إشارة يساوي، لذلك حطيت الخمسين أصغر من الخمسين، معناتها أنا لعند 49، وكا ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. طيب عندي مثال تاني هون عم بيقول لي بدي مجموعة الأعداد، عندي المجموعة A بحيث تحوي عناصر X بحيث إنه X كاري أصغر أو يساوي 50 و X صايمة صايصر. إذا بده ال X كاري أصغر أو يساوي 50 و X صايمة صايصر. صايمة صايصر شباب هي مجموعة الأعداد اللي نستعملها للعد. يعني أنا لما بدي أدخل مثلا على صف بدي أعد الطلاب ببدأ من عند الرقم 1، بقول 1 2 3 4، ما ببدأ بالصفر. إذا هذا الخلاف ما بين الأعداد الطبيعية والصايمة سايسة، إذا بين الدوال سايسة والصايمة سايسة، إنه الدوال سايلار تبدأ بالصفر بينما الصايمة سايلار تبدأ من عند الواحد. طيب إذا شو عم بيقول لي؟ بده الإكس كاري أصغر من الخمسين. طيب أنا بعرف إذا معناتها صار عناصر المجموعة A تبدأ من عند، قلنا أصغر عنصر إلى من عند الواحد بدنا نبلش. إذا الواحد إيش قد الكاري تبعه؟ بيعطيني واحد، إذا ما في مشكلة. والاثنين مربعه 4، والثلاثة مربعه 9، ما في مشكلة. والأربعة 16، والخمسة بتعطيني 25، الستة بتعطيني 36، طيب السبعة بتعطيني 49.
لاحظوا ايش بده، بده لعند الخمسين. طيب اذا اخذت العنصر 8، ال8 شو بده يطلع معي؟ بنتبه انه 8 راح يعطيني 64، وهذا الامر راح يطالعني خارج المجال، انا مجالي بس لعند الخمسين ما بصير. فاذا انتهت المجموعة، هاي عناصر المجموعة. عم بيقول لي كوميسيني فان شي مس الي جوسترينيز، عم بيقول لي اظهر لي اياها بمخطط فان. فانا مجرد انه احط العناصر بحسن اقول هذا العنصر الواحد الاثنين الثلاثة، طبعا هاي النقطة هون انا اسف، والاربعة ممكن هون، الخمسة ممكن هون، الستة ممكن هون، السبعة. لاحظوا بهذا الشكل حطيتهم بمخطط فان. بهذا المثال شباب عم بيقول لي في عندي المجموعة A بتحوي عناصر هن الـ X، بحيث انه الـ X اصغر او يساوي الـ 11، اذا اصغر او يساوي الـ 11 و X اصالصي، اصالصي يعني عدد اولي، اذا الاعداد الاولية انا بعرفها هو العدد اللي بيقبل القسمة بس على واحد وعلى نفسه. طيب منين تبدأ الاعداد الاصال؟ تبدأ الاعداد الاصال من عند الاثنين ونحن طالعين، صحيح؟ اذا طيب الـ A معناتها بتحوي اول عنصر هو الاثنين، ثاني عنصر الثلاثة، اللي بعده خمسة، بعدين سبعة. بلاحظ الثمانية ما له أصال، التسعة ما له أصال، العشرة ما له أصال، الإداعش أصال. طب عجب الإداعش داخل، بلاحظ إنه قال لي أصغر أو يساوي الإداعش، إذا دخل عندي العنصر الإداعش أيضا ضمن المجموعة. فإذا المجموعة A بتحوي العناصر 2 3 5 7 11. إذا عم بيقول لي بده هالمجموعة، هاي المجموعة A كوميسينين A كوميلارينين سايس بولونز، أو جد لي كم مجموعة محتوات بقلبها. فأنا بعرف شباب إذا الـ ALT كومي سايس قلنا هو 92. طب شو قد عندي عناصر المجموعة؟ كم عنصر؟ 1 2 3 4 5، 5 عناصر. إذا 2 أس 5 يعني معناتها الجواب 32 مجموعة، بحسن أكتب 32 مجموعة محتوات بقلب هالمجموعة. عندي مجموعة A بتحوي العناصر X و Y، بينما المجموعة B بتحوي العناصر 1 و 2 و 3 و X و Y. كوميلاري فيريليو عم بيقول لي بده، في عندي هذا الشرط انه A محتوى في J ويكون محتوات J ايضا محتوات في B، تمام؟ اذا كوشولونو صاليان كاتش تاني J كوميسير اولدونو بولونوس، يعني لاحظوا بده المجموعة J أكبر أو تساوي المجموعة A، وبنفس الوقت المجموعة J أصغر أو تساوي المجموعة B. شباب بهذا النوع من الأمثلة بنتبه بشوف إنه أنا المجموعة A كم عنصر بتحوي؟ بتحوي عنصرين، تمام؟ المجموعة B كم عنصر بتحوي؟ بتحوي 1 2 3 4 5، تمام؟ 5 عناصر. طيب فأنا شو صار عندي؟ صار عندي المجموعة A أقل ما يمكن أن تكون، لا عفوا، المجموعة J أقل ما يمكن ممكن تكون عنصرين، وأكثر ما يمكن ممكن تكون توصل لعند الـ B. إذا توصل لقد الـ B بتحوي 5 عناصر. طيب شباب بنتبه أنه لو أنا شلت المجموعة A من هون، يعني راحوا هدول العنصرين، شو بقي عندي؟ بقيت عندي المجموعة فيها 3 عناصر. طيب عدد عناصر المجموعة J اللي بيحقق لي هذا الأمر هو هدول الثلاثة، هدول انا هدول الثلاثة رح اناور فيهم، يعني انه ممكن بقول الجي اول شيء بتبلش بالاكس والواي، بلشت بعنصرين، بعدين ممكن اضيف لها عنصر، بعدين ممكن بعده والى اخره، تمام؟ فاذا باخذ بس العناصر يلي ما مشتركين، يعني اللي طلعوا برا بين الا وبين البي، فعندي 3 عناصر. اذا بقول 2 اس 3 بيطلع معي الجواب 8 مجموعات. اذا 8 مجموعات بحسن اشكلها أعطيها للجي بحيث تحقق لي هذا الأمر. يعني أول مجموعة ممكن أقول هي بتحوي بس X و Y، J أساويها بقد الـ A. بعدين ممكن أقول X و Y و 1، بعدين X و Y و 2، X و Y و 3، بعدين X و Y مثلا 1 و 2 X و... عرفتوا كيف؟ بهذا الشكل إذا بحسن لوقت ما أوصل لمجموعة بتحوي كل العناصر الـ X و Y و 1 و 2 و 3. شكرا كتير لأصدقائكم.